السلام عليكم ورحمة الله. هعمل لكم النهاردة أكلة هتدعولي والله العظيم بجد. هنعمل رز بسمتي أو رز اللي هو العادي المصري، هنعمله بقى باللي هو بني بتاع الأفراح بالمكسرات. بحمر يا جماعة الشعرية الأول، شوية شعرية حلوين كده لوحدهم، وأحمر برضو إيه شوية لسان عصفور، وحمرهم في زيت عشان يدوني لون بني. ده لسان العصفور أهو، واطلعه برضو على طبق الشعرية. اللي لسه ما اشتركش يا رب يفضل معانا منورنا دايما، واشترك عندي في القناة، واهلا بيه في اي وقت واي سؤال تحت امره. باجي على النار هنا حلة بقى اللي انا هعمل فيها الرز، رز مغسول ومصفياه وكل حاجة، ومشوحاه شوية في ايه في حتة سمنة كده مشوحاه. بس هاجي بقى هنا كيلو الرز هياخد نص كوباية سكر. كوباية الرز يا جماعة بتاخد معلقة سكر، معلقة كبيرة من بتاعة الأكل. احسبي بقى الكيلو هياخد نص كوباية. تمام. بجيب هنا الحلة عندي على النار، احط فيها نص كوباية سكر، واحط عودين قرفة او ثلاثة خشب، والقرفة دي اساسي 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 في الوصفة دي. السكر بقى تركه ليه عشان يتكرمل معايا على النار، بحط له شوية مية بسيطة، شوية مية بسيطة، واقلبه لحد وافضل متابعاه. وحطيت ورق لورا، عندك ليمونه ليا المجفف اللي هو الليمون الاسود ده، حطي اللومي. احط بقى الميه بتاعتي بعد ما يدينا اللون البني الغامق ده، مش بيبقى محروق، لا هو بيبقى اللون البني واصل كده انك بتشم ريحه كده شبه الفشار شويه. ابتدي احط الرز بقى بتاعي بعد ما حطيت شويه الميه، بقت له بني اهي الرز اللي انا شوحته. ركزي معايا، الرز يبقى متشوح مش نية. واحط بقى الشعرية بلسان عصفور متحمرين، اظبط العقد عندي المية، واحط رشة ملح حلوة كده، واحط كمون. تمام. طبعا انا حطيت قرفة خشب، ما حطيتهاش بودر عشان الطعم برضو يبقى معايا مظبوط، واللون يعني ما تبقاش ايه قافله قوي، يديني اللون ده اللي هو حرقان السكر بس. واحط مكعب مرق، مكعب مرق لما ادوبه كده هيعمل لي شبه الرز الريزو شويه في الطعم، هيخليه حلو ويخليه كمان الملح بتاعه مظبوط. اظبط العقد عندي وادوق. تمام. واوطي النار لما يغلي وبس، خلاص هو كده بقى استوى. ما شاء الله جميل جميل وريحته حلوه قوي. وطبعا حطينا شويه كمون معاه. معايا هنا بقى الزبيب واللوز، المكسرات بتاعتي لوز. بسخن ميه عندي في البراد، واقوم جاي حاطه على الزبيب واسيبه، لان انا لو جيت حمرت الزبيب هيفرقع مني، هيكبر كده ينفخ ويفرقع، لازم يكون مبلول، فبحط عليه ميه. وبحط على اللوز ميه سخنه، بس الطريقه دي فاشله، اجي اقشره بيبقى صعب قوي. مفيش يا جماعه احسن من انك تغليه، تحطيه شويه في الميه على النار في كاسرولة كده، هتلاقي تقشر معاكي بسهوله. شوفي شوفي اهو، هي دي الطريقه الصح. الطريقه دي بجد احسن بكتير من الاولانيه، بتقشر معاكي بسهوله. لو عامله كميه كلها بتتقشر. شوفي كميه برضو اللوز قد ايه. اللوز ده ممكن اخليه زي ما هو سليم، او ان انا اكسره كله شرايح شرايح، من واحده اللوزايه الواحده تتقسم على اربعه. بس تعملي سليم او انصاف اللي يريحك وحسب الكميه، وبيفرق جدا معاكي على فكره. لازم يتحمر كده في حته سمنه لحد ما يبقى لونه ايه واخد لسع كده من الجوانب بتاعته، يبقى طعمه احلى في الاكل. وحطيت الزبيب اللي هو اللي نقعه في الميه. شوفوا بقى الزبيب ما بينفخش اهوت ولا اي حاجه، زي ما هو في الحجم. ليه؟ لان هو وصل له ميه، اتنع شويه في الميه. طبق التقديم بقى عندي، بجيب الطبقه اللي هي بتاعه الكريم كراميل، بحط المكسرات فيها الاول طبقه، وابتدي احط الرز بقى الجميل البني بالشعريه بلسان العصفور بالقرفه. جميل قوي يا جماعه والله، هيشرفك في اي عزومه. وبعد كده بقى ايه، بس الطبق بقى بيبقى شكله كده في التقديم. وبالف هنا، ويا رب يعجبكم. الف هنا على قلوبكم. شكرا.